بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا شباب. النهاردة معانا تطبيق لمحل موبايلات. اللي هنشوفه دلوقتي ده طلب العميل بالظبط، يعني العميل طلبه بالشكل ده. عمليات حساب الأرواح والحاجات دي احنا كمحاسبين بنعملها بطريقة، لا هو طلبه تتحسب بالطريقة دي، ان هو كل عملية يعرف كسب فيها قد ايه بشكل فردي. على المهم خلينا ندخل الموقع ونشوف الموضوع ماشي معايا ازاي. اسم مستخدم سيد وكلمة سر 1 2 3. طبعا اللي حابب يجرب الموقع بيتواصل معانا، احنا بنبعت له رابط ببيانات مختلفة عن كده. تمام. اول حاجة عندنا في شاشة التكوين بنكون مستخدمين، خلينا نقول فيه محمود. هو بالنسبة له فيه موظف وإدارة. تمام كده سجلنا مستخدم. العملاء بيتسجلوا برضك بشكل فردي، عميل نقدي طبعا بيسجل عليه العمليات العادية حتى لو ما سجلناش باقي البيانات. تاني عميل خلينا نقول واحد اسمه إبراهيم سيد. رقم الهاتف 0 10 1 1 2 3 3 4 5 6. طيب انا سجلت رقم التليفون عشان هنستخدمه في الرسائل. تمام عندنا احنا كده سجلنا عميل ومورد، هنسجل مالك. هو بالنسبة له مثلا وليكن فيه 2 ملاك، واحد اسمه تامر تمام، هو طالب ان رقم التليفون يكون متسجل. واحد اسمه نادر تمام كده سجلنا ملاك. عنده موردين، مورد نقدي واحد اسمه هيثم. واليوم طبعا دي كلها حاجات وهمية بسجل بيها بس. بالنسبة للمواد انا هحاول اجيب بس بيانات شبه حقيقية. خلينا نسجل أول شيء صيانة أو أجر صيانة. سعر الشراء 0. سعر الشراء وسعر البيع مهمين جدا بالنسبة لنا دلوقتي، سعر البيع 1. تمام هنسجل كمان لأنه هيسجل برضك المشتريات والمبيعات. موبايل HD2 مثلا. ألف وستمية سعر البيع 1800.
تمام كده سجلنا صنفين. تمام، المصروفات هنقول مثلا إيجار، تمام، وبرضك ممكن نسجل الرواتب كمان عشان بس ما نطولش كده. خلصنا البحث، هما بنفس الأمور اللي فوق بس عملية بحث أي شيء منهم تقدر، طبعا هو الشكل متوافق مع التليفون يعني، وأي حاجة من دي حتى لو اتغير سعرها. ومهم جدا لو اتغير سعر الشراء ان احنا نروح نسجل سعر الشراء، عشان عمليات البيع اللي هتتم هيخصم سعر الشراء المسجل عنده من سعر البيع، وكده يكون حسب الربح بتاعه. ده طريقته في حساب الارباح يعني. تمام، يبقى كده عملنا تكويل، عملنا بحث ان هو على ادخال. اول حاجة فاتورة الشراء، بيختار المورد، لو اخترنا المورد نقدي. قبل فاتورة الشراء خلينا نروح على الايداع. هنقول ان تامر اودع 100,000 ونادر اودع 50,000، دي كلها مبالغ تم ايداعها في الصندوق. تمام، نرجع لفاتورة الشراء اللي احنا عملناها، خلينا نجيبها من اليومية. تمام، دي فاتورة الشراء، لو فيه رقم للعميل او رقم الفاتورة ممكن نكتبه هنا عشان كده الحقل ده مش ساب فاضي. طيب ايه الحاجة اللي احنا اشتريناها؟ ممكن عن طريق البحث نبدأ نختار من هنا. طبعا الصيانة المفروض ان هي مفيش ليها عملية شراء. هنقول الكمية مثلا 15 جهاز، وعملنا حفظ على طول، هيجيب السعر الرسمي المسجل قبل كده ويشتغل عليه. طيب المبلغ كامل تم سداده، هنكتب هنا المبلغ اللي اتسدد قد ايه، 24,000، ونعمل حفظ. لو ما عملناش عملية السداد الفاتورة بتكون اجل عادي مفيش مشكلة. تمام، نعمل صنف تاني، او خلينا نروح على فاتورة تانية كمان، ادخال فاتورة شراء، نختار المورد، خلي الفاتورة دي بقى اجل او نسدد منها جزء. ممكن نستخدم البحث ده، افتح لي بحث الاصناف لو عندي اصناف كتير، وابدا ان انا اكتب كلمه البحث هنا. انا مش عارف ايه الحاجات اللي عندي في، لو كتبت له مثلا اتش وقلت له ابحث هيجيب لي كل الحاجات اللي فيها الاتش. هعمل ادراج الكميه 12، اشتغل على السعر الرسمي، وخلينا نحط كمان كمية تانية 60 على السعر الرسمي برضك. اخدنا خصم 300 وسددنا 10,000. الصفر اللي في الاخر ده مش هيعمل معانا مشكلة. تمام، اتبقى من الفاتورة ديت 20,000. جميل، كده عملنا عمليات الشراء، طبعا بتسمع معايا في الأرصدة على طول. تمام، نروح نشوف عملية بيع. طيب مفيش مرتجع شراء، طلب العميل برضك مفيش هنا مرتجع شراء. مرتجع الشراء هو بيعمله عملية بيع تاني، كأنه بيبيع لي المورد، أو بيعمل عملية شراء بس بيكتب الكميات بالسالب. تمام، عملية بيع نقدي لصنف الاولاني، خلينا نقول بعنا 2، لو كتب سعر مفيش مشكلة، ما كتبش سعر خلاص، وفي عندي امكانية حسب، وبرضك عندي خلينا نقول مثلا 2 تانيين، الفاتورة بالكامل مسددة. تمام، فاتورة بيع تانية، هنخلي فيها جزء آجل.
هنعمل خصم ب100، خصم ب100 وسداد 1000 عشان يكون معايا فيها مساحة يعني. تمام، ده بالنسبة لفاتورة الشراء وفاتورة البيع. عندنا الميزة هنا هو طلب الصيانة. خلينا نقول ان في واحد سواء من العميل نقدي، اي يعني عميل عادي جه طلب صيانة، او واحد ما سجلناهوش يعني، حتى ممكن نختاره بدون حساب. الكلام ده كان في الاول، بعد الاختيار خلاص. تمام، اختر حساب لو فيه. خلينا نقول ان في واحد اسمه سيد، حتى هو استخدم المساعد وجاب لي، نقول له رقم الهاتف برضه 010 66 60 65 6. انا كتبت رقم التليفون بتاعي، او خلينا نسجل رقم تاني 010 11 2 3 4 5 6. تمام، عشان لما نعمل الرسالة دلوقتي تكون واضحة الأمور معانا. هنا أكتب اسم التليفون، ده الاسم اللي أنا كتبته، والموديل بتاعه. أنا كده بستلم الجهاز وأكتب السيريال. تاريخ الاستلام، أنا استلمته في تاريخ النهاردة. طبعا في امكانيه اختيار تاريخ سابق لغايه ما يسجل كل الاجهزه اللي عنده. تمام، التسليم هيكون مثلا بعد 3 ايام، اللي هو 3 ايام صيانه. العطل بكتب مثلا شاشه، التكلفه المتوقعه وليكن 500، المبلغ المدفوع 200، المتبقي هو على طول عمل المتبقي 300. لو في ملاحظات بكتبها، مفيش. طيب مين اللي هيقوم بالشغل؟ اللي هيقوم به محمود، واعمل حفظ. تمام، بعد ما عملت حفظ، طبعا هو جاب لي فوق عميل، مش فاكر انك اخترت عميل ممكن. طيب، وعندي هنا امكانية ان انا اظهر التفاصيل وان انا اخفيها. تمام، لو تاريخ التسليم اتغير اقدر اعدله. انا خلاص لو كده اقدر اعدله، وكذلك الحالة لو الجهاز تم اصلاحه ممكن ان انا اقول تم الاصلاح. وطبعا هنا حاله تم التسليم مش موجود. طيب قبل ما يتم الاصلاح، خليه مثلا بالصيانه، ان هو كده استلم الجهاز. تمام، لو الجهاز اتصرف عليه حاجه من عندنا، مثلا وليكن اخد شاشه، طيب ما فيش هنا شاشه، ماشي نسجل شاشه ونرجع. طلب الصيانه نسجل من تكويد مواد شاشة، هلا نقول ان سعر الشراء بتاعها 200 وسعر البيع 250 او التركيب يعني. تمام، هنروح نعمل بيها توريد فاتورة شراء عشان بس ما يكونش معايا رصيد سالب وكده. طبعا هو مسموح ان هو يكون عنده رصيد سالب، يعني الراجل بالنسبة له هي عملية تسجيل. الشاشة الكمية 5 كده، 5 اضافوا معايا في المخزن على سعر 200. طيب تمام، نرجع لطلب الصيانة، سواء نجيب من اليومية او من الارصدة، هنلاقي عندنا طلبات الاصلاح اهي. ده طلب الاصلاح، هنجيب الشاشة هنا كمية 1 طبعا، مادام ما حطلهوش سعر هياخد السعر الرسمي. تمام، في امكانية للحسب حسب الصنف. تمام، العميل هنا لو ناخد بالنا مسدد 200، واحنا قلنا له التكلفة هتكون 500. ممكن نزود الصنف بتاع التركيب، اجرة التركيب الكمية 300 مثلا، يبقى كده الفاتورة دي باقي منها 350. تمام، لو في امكانية طبعا ان انا ابعت رسالة. على العموم دلوقتي لو حاولنا نعمل ارسال رسالة واتساب،
هنلاحظ ان هو هيبعت رسالة للعميل مرحبا بك لو كان فيه اسم كان اخترناه، وبيقول له الجهاز الرقم كذا موجود معانا في الصيانة مثلا. العميل طبعا من تليفونه، خلينا افترض ان انا العميل يعني، فده هيشوف الايه الحالة بالشكل ده، يشوف الحاجات اللي تمت ويشوف ايه العمل يعني. طيب تمام، خلينا نرجع للموقع بتاعنا. تمام، خلي الجهاز خلص بالصيانة، تمام تم الإصلاح وعملنا حفظ. هنلاحظ إن الجهاز لا يمكن تسليمه للعميل لحين سداد كامل المبلغ، يعني هنا فيه مبلغ أهو 350، بعد ما هسدد 350 وأعمل له إضافة. تمام، هنا في الخيارات بقى عندي خيار تم التسليم بحيث إن أنا أسلمه للعميل. طبعا العميل لما هيفتح كده من التليفون بتاعه هيجي له الحالة حتى السداد اللي تم ظاهر معاه. تمام، نروح بقى على التقرير كده، عمليات الإدخال كلها تمت. تمام، حتى فيه فاتورة بيع، طلب صيانة، في سندات صرف مصروفات. لو أنا سددت مثلا الإيجار، تم الحفظ، في سندات قبض لو انا قبضت من عميل مثلا، العميل ده قبضنا منه 100 عشان كان كنت سايب فيه فرق في الفواتير، وسند صرف لو انا صرفت للمورد 200 مثلا. ممكن اكتب هنا في البيان لو انا مثلا حولتها لفودافون كاش او حاجه، ممكن اكتب له رقم التحويل. تمام، عمليات الإدخال. طيب هنا إذا في سحب، لو أحد الشركاء سحب أي مبلغ برضك بنسجله. تمام، كده احنا مرينا على كل العمليات اللي بتتم. طيب عندنا حساب اليومية، ده بيحكي لي كل اللي حصل. نلاحظ كل العمليات اللي تمت موجودة معايا هنا. طيب فيه عمليات اللي فيها حركة بضاعة، هنا نلاحظ ان الإجمالي الربح صفر. عملية الشراء ممكن يتم فيها ربح لو هو اشترى اقل من السعر الرسمي. كذلك عملية البيع بيحسب الارباح بتاعتها على اساس سعر الشراء المسجل. تمام، هنا حسب الارباح بتاعت كل عملية. وتحت قال لي مثلا الارباح قد ايه والمبلغ اللي تسدد مصروفات ايجار، وقال لي الفرق قد ايه. طيب تمام، خلينا نروح مثلا على تمام بعد كده زي ما قلنا كل العمليات مسجلة، اي عملية عايزين نفتحها نضغط عليها بيتم فتحها. تمام، حساب الصندوق بيبين دخول وخروج المبالغ وكل عملية والرصيد بعدها قد ايه، مدين ودين والرصيد. طبعا كل عملية بتاخد سطرين عشان احنا فاتحين من التليفون. بالنسبة لي التفصيلي برضك حساب مورد، لو اخترت اي مورد وقلت له بحث جاب لي الحساب بتاعه، برضك عملية مدين ودين والرصيد في الاخر. ممكن احدد من تاريخ كذا لتاريخ كذا لو انا عايز اطبع كشف حساب عن فترة محددة. العميل نفس الفكرة بالظبط. بالنسبة لي المصروفات، لو حابب مثلا بند من بنود المصروفات، حابب استعرض كشف حساب لي. بالنسبة بعد كده كارت الصنف، الأصناف اللي عندي، لو اخترت أي صنف من الأصناف وقلت له بحث من تاريخ كذا لتاريخ كذا جاب لي كمية وارد وكمية منصرف والرصيد بعد كل عملية. بعد كده طبعا الشكل من الكمبيوتر هيختلف شوية عن التليفون. حساب مالك، انتبه ده عمل عملية ايداع وسحب، يظهر معايا العمليات بتاعته. تمام، الأرصدة، عندي أرصدة طلبات الإصلاح، لو في أي طلب إصلاح لسه
عليه الشغل، وطبعا هنا محدد لي قد ايه الفعلي، التكلفة التقديرية اللي احنا قلناها للعميل، التكلفة الفعلية كام، المسدد كام، والباقي، وطبعا الربح في اخر عملية. أرصدة الموردين، كل مورد والمبلغ النهائي بتاعه قد ايه الموجود عندنا. أرصدة العملاء، أرصدة الملاك، رصيد المخزن من كل صنف من الأصناف قد إيه. ده طبعا كان عرض سريع، وكل مستخدم طبعا بيقدر يغير كلمة السر بتاعته عشان يكون مسؤول عن الشغل اللي بيتم بالاسم بتاعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.